أشرف وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي صبيحة اليوم الاثنين رفقة مدير الشؤون الدينية للعاصمة الزهير بودراع على حفل اختتام الأسبوع الوطني للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية، حيث كرم عدد من الأئمة منهم المتقاعدون والمتوفون وعدد من مجاهدي المنطقة في حفل نظمته جمعية سبل الخيرات بالتنسيق مع السلطات المحلية لدائرة بيرتوتا. بمناسبة اليوم الوطني للإمام واختتام هذه الفعاليات التي قامت بها مديرية العاصمة كما قامت بها كل مديريات الوطن العزيز لتكريم السادة الأئمة. كرمنا فيها سادة الأئمة، الأئمة المتوفيين، أقدم إمام، أقدم مدرس قرآن، الأئمة المتقاعدين، كرمنا فيها المجاهدين. بارك الله فيهم، الحمد لله داروا حاجة شابة ومليحة هذه. نقول الحمد لله كي جاونا لهنا. المناسبة كانت فرصة لإعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة الفقراء والمعوزين بولاية جيجل، متمثلة في شاحنات محملة بمواد غذائية وكميات هائلة من المستلزمات المدرسية، وهذا تحسبا للدخول المدرسي المقبل. اليوم سنوزع محافظ مدرسية لأبنائنا في ولاية جيجل بالاتفاق والتنسيق مع السلطات المحلية والولائية هناك. كما أشرف الوزير على إطلاق حملة نظافة واسعة لتنظيف المساجد والأحياء من بلدية بئرتوتا لتعمم هذه المبادرة عبر كامل التراب الوطني استعدادا للدخول المدرسي. حملة التنظيف التي دعت إليها الحكومة على رأسها السيد الوزير الأول حتى يكون موسم دراسي يعني جديد نقبل عليه في وسط بيئي نظيف. تحضيرات على قدم وساق وسباق مع الزمن من خلال تكثيف الخرجات الميدانية التفقدية لمختلف القطاعات عبر كامل أرجاء الوطن، وهذا من أجل دخول اجتماعي ناجح.